السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عايز أسأل على وظيفة. اتفضل. ايوه اتفضل. انا جاي لك من طرف استاذ محمد. استاذ محمد ده اكونك كبير، اتفضل استريح. ايوه اتفضل. انا كنت بسأل على شغل، وانا خريج تجارة والاربع سنين امتياز. يعني 4 سنين امتياز؟ طب ماشي، سيب لي عنوانك ورقم تليفونك بره وانا هتصل بيك. شكرا. طبعا انت مكانك محفوظ، الاستاذ محمد ده اخونا الكبير. انا اجد عن الشكر يا فندم، شكر جدا قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز اقدم على وظيفة. للأسف والله ما فيش. شكرا. شكرا. العفو. انا كنت جاي اسأل على شغل حضرتك. كده خلاص يا باشا، مفيش شغل. شكرا. شغلك موجود كده يا باشا. ما كنت عايز اقدم على وظيفه. والله للاسف مفيش شغل دلوقتي خالص. شكرا. كنت عايز اقدم على وظيفه. لا، من بعد الثوره مفيش شغل. شكرا. ليه بتخسري كل يوم واحد بيحبك؟ كان نفسي اكبر هنا وافتخر اني ابنك. ليه؟ ليه بقت كل حاجة فيكي واسطة ورشوة؟ ليه بتخلينا نلجأ لإيد غريبة؟ بس للأسف الغريب بيقدرنا، بس انت بتخسرينا. ما تخسرنيش.